نبقى أيضا بإقليم البطحة، حيث نظم مؤخرا طلاب جامعة آتيا للعلوم والتكنولوجيا أسبوعا ثقافيا ورياضيا، وذلك بهدف إظهار التنوع الثقافي الذي تمتاز به الجامعة. تقرير محمد طاهر جبريل الحر. أسبوع ثقافي ورياضي بهدف التواصل والتبادل الثقافي بين طلاب جامعة آتيا للعلوم والتكنولوجيا، أراد من خلاله المنظمون تقويم وإظهار التنوع الثقافي الذي تمتاز به الجامعة والتي يدرس بها طلاب من مختلف أقاليم البلاد. طوال هذا الأسبوع قدم الطلاب إبداعات في عدة مجالات مثل المعلومات العامة، الرياضة، المسرح والرقص التقليدي والحديث. في حفل الاختتام الذي شهدته قاعة المحاضرات بحضور أعضاء هيئة التدريس والإداريين، عبر مندوب الطلاب عن رضاه بنجاح الفعاليات وتحقيق الهدف منها، وهو التداخل والتبادل. أما ممثل المندوب الإقليمي للثقافة الشباب والرياضة، قال إن الشباب هم القوة الفاعلة في المجتمع، وإنه يجب أن يختلطوا ويتبادلوا الثقافات من أجل تواصل أفضل خلال فترة الدراسة بالجامعة، مشيدا بتنظيم هذه الأنشطة. الأمين العام لجامعة العلوم والتكنولوجيا الحاج أحمد زغلو قال إن الأنشطة الثقافية تسمح ليس فقط للطلاب بصقل مواهبهم وتبادلها، وإنما أيضا بتعزيز وتقويم التنوع الثقافي، وأشاد بروح المسؤولية التي يتمتع بها طلاب الجامعة، حيث أن جامعة العلوم والتكنولوجيا في آتيا منذ تأسيسها استطاعت في كل عام أن تنهي السنة الأكاديمية في موعدها المحدد.